أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بيكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. معاكم مستر أحمد عبد الرازق. إن شاء الله النهاردة هنشتغل مع بعض درس جديد، والدرس ده بعنوان من أعمال الخير، وده حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. روى أبي هريرة، وده أحد صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلمة هريرة تعني القطة الصغيرة، وسمي هذا الرجل بهذا الاسم لأنه كان لديه قطة صغيرة كان يرفق بها، فأطلق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته لقب أبي هريرة، واسمه الحقيقي عبد الرحمن ابن صخر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامي من الناس عليه صدقة. السلامي هي عظام أصابع اليدين والقدمين، يعني كل جزء في جسمك لازم تتصدق به. والصدقة هنا الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يعلمنا إن الصدقة ليست صدقة مادية فقط، وإنما هي ممكن تكون صدقة قولية أو صدقة فعلية، وزي ما هنشوف دلوقتي في الحديث. يبقى كل عظمة من في جسمك لازم تتصدق عليها، والصدقة هو ما يعطى للفقراء تقربا لله عز وجل. أول نوع من أنواع الصدقة هو صدقة قولية، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، يعني أنت حكمت بين اثنين بالعدل، دي تعتبر صدقة، ودي صدقة قولية لأن أنت عملتها ببقك. تعين الرجل، يعني تساعد رجل في دبته، على ركوب دبته، الدبة كل ما يدب على الأرض ويستخدم لنقل الأشياء والأشخاص، فتحمله عليها. يعني أنت واحد مثلا عجوز بتركبه العربية، أو ترفع له عليها متاعه كل ما ينتفع به، ست عجوزة ماشية في الشارع مش قادرة تشيل الشنط أنت ساعدتها، فده يعتبر صدقة، ودي هنا صدقة فعلية لأن أنت بتعملها بجسمك، بتساعده أو بتشيل له حاجته. كمان الكلمة الطيبة صدقة، اللي أنت تقول لحد كلمة كويسة ودي قولية. يبقى احنا عندنا أهو تعدل بين اثنين، قولية، الكلمة الطيبة صدقة قولية. تعين الرجل في دبته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه، دي صدقة فعلية. بكل خطوة تمشيها، كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وانت رايح الجامع كل خطوة تمشيها بتاخد عليها صدقة، دي صدقة فعلية. وتميت، يعني تبعد الأذى الضرر عن الطريق، صدقة. ماشي لقيت إزازة، لقيت حاجة ممكن تعور الناس ورحت حاططها على جنب، انت كده بعدت العزة عن الطريق، يبقى دي برضو صدقة فعلية. يبقى إذن إحنا الصدقة الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا أن الصدقة ليست صدقة بالمال فقط، ولكن هناك صدقة قولية بالقول، وفي صدقة فعلية ممكن تعملها، وكل ده بيحسب عند الله عز وجل صدقة منك. طيب دلوقتي لو إحنا حبينا نتكلم على مواطن الجمال اللي عندنا، فهنقول إن كل سليمان من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع الشمس، ده تعبير بيدل على المداومة في التصدق. تعدل بين اثنين صدقة، تعبير جميل يصور العدل بين الأشخاص بالمال الذي يتصدق به. كمان الكلمة الطيبة صدقة، برضو تعبير جميل يصور الكلمة بالصدقة. بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، تعبير جميل يصور المشي إلى الصلاة بالمال الذي يتصدق به. تميت الأذى عن الطريق صدقة، تعبير جميل يصور إبعاد الأذى عن الطريق بالمال الذي يتصدق به. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا أننا لابد أن نداوم على التصدق، وأن الصدقة ليست صدقة مال فقط، وإنما صدقة قولية وصدقة فعلية. قولية مثل العدل بين اثنين، قولية مثل الكلمة الطيبة صدقة، فعلية مثل المشي إلى الصلاة أو مساعدة الرجل في ركوب دبته أو حمل أشيائه، فعلية مثل إبعاد الأذى عن الطريق. إن شاء الله هنتقابل في درس تاني من دروس الصف الأول الإعدادي، لغاية ما نتقابل أشوفكم على خير إن شاء الله. كان معاكم مستر أحمد عبد الرازق.